سنين كان عندك وقت باش توفق ما بين الثقافة ودراستك وما بين حياتك الفنية ومشوارك؟ اي والله حتى أنا بستغرب عايشة، بس فكر إنه كيف أنا نجحت. كنت أدرس بالطيارة والله، يعني كان عمري 16 سنة، كنت سافر من هي 16-15، كنت سافر من بلد لبلد، كنت عامل بغني لها وبدق لها، سافر من بلد لبلد، أردن، سوريا، مصر، الإمارات، everywhere، أستراليا، رحت يعني سفر. وكنت عم بدرس يعني عملت بروفي سكوند وباك، باك 1 باك 2، وعملت متلام آخر سنة، تخرجت جامعة، وبعدين عملت تخرجت بالمدرسة يعني، وفتت جامعة عملت أول سنة حقوق فلسفة لأنه نجحت فلسفة، بعدين عملت علم نفس سنة، بعدين عملت 3.5 سنين انتيرير ديزاينر. نجحت فيهم كلهم، مع أني أنا مش شاطر صراحة، يعني أنا بحب الكتب الروحانية، بحب الموارئيات، بحب الكتب النفسية، ما بحب التاريخ والجغرافيا والفيزيكس والبيولوجي هني كلهم يعني، والماتماتيك ما بحب شيء يعني. أنا بحب الرياضة مثلا، السبور، الأشياء، الأرت بالمدرسة، الموسيقى، بحب رامي.